بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان وهذه التغطيه الخاصه هنا من استديوهات قناه الاهلي لاستقبال بعثه فريق النادي الاهلي للكره الطايره رجال بعد الفوز بالبطوله الافريقيه للكره الطايره اول امس على حساب الترجي التونسي بنتيجه ثلاثه اشواط مقابل شوط انجاز جديد وسلسله انجازات عديده لفريق الكرة الطائرة رجال في الفترات الأخيرة وتحديدا هذا العام بالفوز بالبطولة الإفريقية رقم 15 بطولة جديدة تضاف إلى سلسلة دولاب بطولات النادي الأهلي تحديدا في لعبة كرة الطائرة والفترة الأخيرة ألعاب الصلاة على المستوى الإفريقي يمكن تسير بشكل جيد إنجاز فريق كرة اليد الفوز بكأس السوبر الإفريقي لحساب الزمالك امبارح الفوز في السيمي فاينل على بطل كوت والوصول للمباراه النهائيه غدا أمام المنافس التقليدي فريق نادي الزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد إنجاز فريق الطايرة والفوز ببطولة إفريقيا للرجال على حساب الترجي التونسي مستضيف هذه البطولة التي أقيمت في تونس على مدار عشرة أيام في الفترة السابقة أيضا كمان إنجاز فريق السلة والفوز بدرع دوري السوبر على حساب الاتحاد السكندري أو أمس إنجازات عديدة وإنجازات طيبة وبالتأكيد الفرحة والسعادة على كل وجوه الأهلوية في كل مكان في الفترات الأخيرة وربنا يتكلل ده بالنجاح في الفترة الأخيرة بإذن الله وفي نهاية هذا الشهر بالفوز بدوري أبطال إفريقيا لفريق الكورة كمان بإذن الله في نهاية هذا الشهر في شهر مايو الجاري النهاردة التغطية هتكون مستمرة وبالتأكيد هنرصد لكم بالصوت والصورة كل الاخبار والكواليس واللقطات الحيه من مطار القاهره الدولي في استقبال بعثه فريق النادي الاهلي القادمه من تونس بعد الانجاز الطيب واسعاد كل الاهلاويه بشكل خاص والشعب المصري بشكل عام بعد تحقيق بطوله جديده والفوز بالبطوله الافريقيه للكره الطايره رجال. انجاز النادي الاهلي في حد ذاته مش انجاز فقط في الفوز بالبطوله ورقم جديد بيضاف الى سلسله الانجازات بالبطوله رقم 15، ولكن كمان من ضمن الانجازات العديده اللي تحققت في الفتره الاخيره انك وسط ما انت بتواجه بعض المشاكل التنظيميه المتعلقه بالنشاط المحلي بالنسبه للكره الطايره وتعديل اللوائح، وبالتالي ده تسبب في خساره الدوري والكاس بسبب تعديل اللوائح والتعاقد مع صفقات اخرى لبعض الفرق المنافسه وبالتالي اصبحت المنافسه هنا فيها اخلال بمبدا تكافؤ الفرص بتثبت اللي انت جدير بالفوز بالبطولات المحلية في السنوات السابقة وبتأكد ده النهاردة وانت راجع من تونس وفايز بالبطولة الإفريقية بنفس القوام اللي انت شاركت بيه في الدورة والكاس إذن انت عندك قوام ولاعبين على أعلى مستوى اللي ما قدرتش تفوز بهم بالدورة والكاس نتيجه الظروف اللي بتكلم عليها لكن قدرت وسط الظروف الصعبه بنفس الكواليتي اللعيبه وبنفس قائمه اللاعبين بقياده الكابتن محمد مصالح ميدو المدير الفني ترجع من تونس وانت فايز بالبطوله الافريقيه